الصباح على من رد صباح، والسلام عليكم من جديد. وأكيد مكملين معاكم مشوارنا الصباحي دائما ويوميا بنفس التوقيت من الساعة 10 صباحا ولغاية 11 بإذن الله تعالى. إحنا معاكم بمطبخ التلفزيون الأردني، عادة بشوي من الأفكار النصائح المطبخية، ممكن تركات مطبخية فقط لا غير. واليوم إن شاء الله مكملين معاكم مشوارنا الصباحي وصفة الدجاج. يعني إحنا تقريبا خليني أحكي من 40-50%، ما بدي أعلي النسبة أكثر من هيك، شعبنا بحب الدجاج، وكمان احنا بنعمل الدجاج حتى بمختلف البلدان العربية. فأكيد الدجاج دجاج، ولكن بعض الوصفات أو بعض الخلطات ممكن انها تغير بالنتيجة النهائية للطبق، وطريقة التقديم كمان مهمة جدا من تقديم الطبق. لذلك اليوم بدنا نسوي دجاج محمر، ولكن الدجاج المحمر عادة احنا بنسوي محشي، برغة، الفريكة، ممكن خضار، ممكن بدون حشوة، وممكن كمان نحشيه بالأرز مع اللحمة والمكسرات. اليوم أنا ما بدي أحشيه، ولكن بدي أعمل فراريج صغيرة بحجم اللي هي خليني أحكي المين كورس أو لشخص واحد، تكون فراريج صغيرة، أو ممكن استبدالها بأي قطعية من قطعيات الدجاج. ولكن الأهم من هيك، إيش هي الخلطة اللي ممكن أنا أحطها على الدجاج بعيدا عن رب البندورة واللبن والبهارات والزيت وعصير الليمون والثوم؟ يعني غالبا إحنا بنلف بنلف بنلف، بنضل واقفين بنفس المكونات، ولكن قد تكون طريقة التقديم شوي مختلفة. ولكن اليوم صراحة بدنا نساوي خلطة كتير حلوة، رح أعطيكم التركات فيها، كيف أطري الدجاج، كيف يستوي بنص ساعة، كيف يطلع مكرمل، كيف يطلع محمر مش محروق، وكيف أضبط درجة حرارة أو درجة شكل اللون، خصوصا أنه في الكاتشب بعيدا عن استخدام معجون الطماطم. الطبق الثاني رح يكون عبارة عن فطائر التفاح باستخدام عجينة البوف بيستري، ممكن نستبدلها بأي نوع من أنواع العجائن، رح نذكرها أكيد خلال الحلقة. كل التفاصيل أكيد رح تشوفوها أمامكم على الهواء مباشرة، ونستقبل اتصالاتكم من خلال الاتصالات المباشرة بوجود رعاتنا بمطبخ التلفزيون الأردني، الله يعطيهم الصحة وصباحهم سعيد دائما. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نشوف التفاصيل أنا وياكم، والأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة. أكيد اتصالاتكم هي اللي بتثري حلقتنا دائما بعد متابعتكم الجميلة. رح نشوف المقادير على الهواء مباشرة، رح نعمل توليفة بسيطة رح تعجبكم إن شاء الله تعالى. المقادير على الشاشة. لتحضير دجاج محمر مع العسل والزبدة، بدنا واحد فروج صغير أو قطع من الدجاج، شيش بعظمه، بدون بجلد، بدون أيا كان، كله بيزبط، المهم دجاج بالآخر. 3 معلقة كبيرة زيت نباتي، هاي المقادير للدجاج الوحدة. 3 معالق كبار زيت نباتي، وربع أصبع زبدة مذابة ما يقارب 20-25 جرام، معلقة كبيرة من العسل، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، عصرة ليمون، ثوم مهروس، ومعلقتين كبار من عصير البصل. يعني هاي شوي جديدة بالخلطات بس كتير طيبة. 2 معلقة كبار من الكاتشب للفروج الوحدة، ملح وفلفل، هيل وكركم، كاري وبهار دجاج من إسناد، بابريكا خشنة اختياري، وزنجبيل بودرة. للتقديم رح نعمل بصل سلايس مع البقدونس المفروم الفريش وكمشة من السماء على طريقة البصل اللي بنقدمه شوي مع المشاوي. صراحة التوليفة كتير سهلة وبسيطة، وموجودين إحنا معاكم مباشر من خلال صفحة مطبخ التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد، وكمان من خلال جميع المنصات اللي بتمثلني على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني البث المباشر دائما هو ملك للجمهور بالأول وبالآخر، فأي إشي بتحوص فيه الست أو أي إشي أنت ضايعة بالوصفة ممكن بس تكتبيها على اليوتيوب أو تحطي اللي هي اسمها على الفيسبوك، أكيد بتطلع لك. هاي إحنا موجودين معاكم مباشر، وإن شاء الله ما بنقصر معكم. الدجاج بس رح أورجيكم إياه هيك عشان تتشجع معاي، وكمان رح أطلع فطائر الباف بيستري باستخدام التفاح والقرفة والجوز. يعني هاي التوليفة أكيد إحنا كلنا بنحبها. شوي شوي بدك تتعاملي بعجينة الباف بيستري على رواق لحتى تعطيك النتيجة المطلوبة، وهي الدجاج صار عم يظهر أمامك بالشكل النهائي، صراحة مكرمل وطيب وكتير زاكي، النتيجة النهائية خرافية بدون كياس نار. وعادة كتير ستات تقول لك أنا لما بدي أحمر نوعا ما بستخدم كياس النار تساعدني، بدون كياس نار رح نشتغل اليوم. هلأ إحنا بدنا نجهز لتحضير الخلطة مع بعض، تشوفوها ونصبح على لينا. ألو صباح الخير يا لينا. ألو صباح الورد.
صباح الخيرات يا شف، كيفك؟ اهلا بالقمر، اهلا وسهلا حبيبتي. اشتقنا لك والله، لي قديش مش حكي معك بعد عيد مره، وبعدين الواحد التهب صح حبيبتي. تشتاق لك مكه يا لينا، اهلا وسهلا قلبي. والله اول شيء بحب اول شيء اقول لك يعطيك الف عافيه على الاكلات اللي بتعمليها والحلويات حبيبتي، وصبح عليكي وعلى فريق الساده بتاع البرنامج. الكل عم يسمعك. قولي يا لينا. فبحب كمان اهم ابن عمي خالد بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وبقول له كل عام وهو بألف خير. العمر كله وإن شاء الله بتضلوا لبعض حبيبتي. حبيبتي ويعطيك ألف عافية يا شيف. حبيبة قلبي أهلا وسهلا وميت مرحبا. حطينا الكاتشب، دبس الرمان، كاتشب حلو، دبس رمان حلو حامض، عصير الليمون إشي كتير زاكي، بشد القشرة معك لحتى تصير كريسبي أكتر بالفرن. وفي عندك كمان عصير البصل. عصير البصل هذا ممكن سويه سوري لسوسات، للدب، تغميسة، أيا كان. مع الدجاج بتجيب البصل بتقطعيه بتحطيه بالمولينكس وضلك اضربي فيه على المولينكس لما يصير يعني شوي هيك بيوريه على العصير. بتجيبي مصفاية ناعمة بتصفيه. عصير البصل أكتر حدة على الجهاز الهضمي، للي عنده مشاكل قرحة، معدة، قولون، انتفاخ إلى آخره. هاي الأمور كتير رح تفيدك، زائد أنه بيعطي طعم خفيف من بعيد، نلطش نكهة خفيفة بهالطريقة. فأنا حطيت تقريبا معلقة كبيرة من عصير البصل. العسل، هذا العسل أنا حطيته من المرتبان، إذا بحط فيه معلقة رح يحمض وكمان رح أخسره، فبالتالي دايما من بعيد نمسك بهالطريقة وبنحط معلقة كبيرة للفروجة الوحدة هالطريقة. تمام؟ إذا صار ولا بد بدك تستخدمي اللي هي بلاستيك أو معلقة خشبية للعسل. إذا حطينا عصير الليمون وحطينا عصير البصل، كمان رح ننزل ثوم. هلأ الثوم بدك تخطفي نكهة خفيفة، إحنا في عنا نكهات كتير قوية متضاربة، فلما بدي أركبهم مع بعض بدي أكون حريصة. فالثوم ضرس واحد أو سن ثوم واحد فقط للدجاج الوحدة. صباح الخير يا بسام. ألو ألو نور، السلام عليكم. أهلا، عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلا أهلا، كيفك يا بسام؟ ألو. والله الحمد لله. من وين بتحكينا؟ من الزرقاء. أهلا وسهلا بأهل الزرقاء. قول يا بسام قدي عمرك؟ أنا 14. العمر كله ما شاء الله عنك، شاب. الله يسعدك. بس حبيت اقول لكم صباح الخير حبيبي. صباح الورد والياسمين، وسلمنا على الاهل يا بطل. الله يسعدك. اهلا وسهلا. يلا اذا حطينا احنا هيل زنجبيل باودر، تحبي تحطي فرش بصير. الكركم هذا اللون اللي دائما تذكريني فيه لما بتحطيه، هو عباره عن لون ذهبي بالفرن، غير شكل بيعطيكي اللون الذهبي. اذا بعد الكركم والهيل والزنجبيل بدنا نحط ملح وفلفل من الكسيح، واكيد صباحاتنا الحلوه بتبلش مع شركائنا بمطبخ التلفزيون الاردني. يعني احنا لما بنقول شركاء، اذا هو شريك بالنجاح، شريك بالاطلاله الحلوه، شريك بالصحون المرتبه، فالله يعطيهم العافيه. منتجات الكسيح منتجات يعني ما شاء الله رينج كتير كبير، وأكثر إشي أنا بحبه فيهم كشركة وكمنتجات انتشارهم بالأسواق أولا، ثانيا مناسبة سعرهم، ثالثا جودة المنتج. يعني جودة المنتج بتهم ست البيت وبتهم الشيف بكل الأحوال. صباح الخير يا أم محمد. يسعد صباحك حبيبتي. الله يسعد هالصباح، أهلا وسهلا. روحي من زمان برن عليك، بس الحمد لله اليوم ضبطت. من حسن حظي والله. اهلا وسهلا ست الله. يلا يعطيك الف عافيه، والله وصفاتك ما شاء الله عليها حبيبتي. انت البركه يا قمر، الله يبارك فيك يا روحي. قولي ستي انا معك سامعتك حبيبتي. والله حبيت اشكرك على هالوصفات الحلوه. نعم، وما شاء الله جربت انا فتت ال هاي، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. قولي. جربت هاي المقالي، خلطة المقالي عملتها وذاكي طيبة كثير طلعت. زبطت أمورك تمام؟ الحمد لله. بالهنا والعافية إن شاء الله، بتقدميهم بالهنا والعافية. الله يسعدك يرضى عليك يا رب. حبيبتي أهلا وسهلا وميت مرحبا. يلا ها الفرن عندنا تمام الفطاير، وبدنا نحط زبدة. هلأ زبدة وعسل معناته قشرة دجاج كريسبي ودبقة، فإحنا بنحكي عنه اللي هو المز. هلأ العسل
مع درجة حرارة الفرن بتتكسر جزيئات السكر اللي فيه، مع وجود دبس الرمان والكاتشب بتتكرمل، فبتعمل طبقة على قطعية الدجاج من برا. اللي بحب جلدة الدجاج نوعا ما، في ستات ما بحبوها لأنها شوي فيها دهون، وفي ناس بقول لك إنها مثلا ممكن تكون فيها دهون عالية، ولكن مع هالخلطة بتصير كريسبي، فبتمسكيها القشرة بإيدك بتصير كريسبي وبتقرش مثل الشيبس. هلا زبده مع العسل والكاتشب ودبس الرمان برضه بتغني النكهه، زيت نباتي لحاله رح تبعد النكهه شوي لبعيد، فالخلطه صراحه غير شكل. ممكن تساويها هاي الخلطه، انا جربتها مع السلمون كيوبس، عملنا السلمون كيوبس، وممكن كمان تعمليها مع شيش الدجاج، ممكن تساويها مع الوينجز، كتير زاكية. بهارات إسناد، أنا حطيت بهار الدجاج وحطيت بهار الكاري، والكاري في عندهم كاري حار وفي عندهم مسحوق كاري اللي هو مكتوب عليه معتدل. هذا المعتدل هو عبارة عن إيش؟ ما فيه الفلفل المجروش، فهذا الكاري الحار للي بيعملوا الانديان فود، الايجن فود، أو الأكل الآسيوي الهندي الحار، فهو رح يناسب. مع الخلطة بتنزلي الزبدة تقريبا ربع أصبع، يعني احنا بنحكي ما يقارب من 20 ل 25 جرام مع الزيت، هيك بتصير الامور تمام. فانا رح اطلع بمعجون للامانه. يلا رح نروح على مولينكس او محضر الطعام، فود بروسيسر، الهاند بلندر، كله بيزبط. بسم الله. هلا لما احنا بنقول معجون زبده وعسل، اذا هو القوام بده يكون ثيك بهالطريقه، ما بيكون سايب سائل، لانه انا بدي اياه يعمل طبقه. شايفه كيف قوامه؟ بدي اياه يعمل طبقه تماما على الدجاج، فما تنزل عليه اي نوع من انواع السوائل. فهلا احنا اكيد ما رح نخسر ولا شيء، بدك تجيبي بوله وتنزلي فيها الدجاجه كامله. وركزي معي، اللي بنضل بالعلبة ما رح نخسره، أو بالمولينكس أو بالشاف أيا كان، هذا اللي ضل ما رح أخسره، رح أنزل عليه مي. إحنا دايما بنقول أو الشيف بتقول حطي مي بقاع الصينية، دجاج سمك لحمة بيساعدك في مدة الطهي، وبيخلي كمان اللقمة جوسي. هلأ أنا أولا محافظة على النعمة، ما رح أخسر المزيج. ثانيا بدل ما أحط مي على الحل بحط المي اللي ضلت هون، فأنا هيك كمان ما خسرت ولا إشي من الخلطة اللي عملتها. تمام؟ يلا رح أطلع بس صراحة البف بيستري، ما بدي إياه ينحرق، تكون أموره بالسليم. صار جاهز، رح أخليه يبرد. دائما أي نوع من أنواع الفطائر لا الحلويات، ملفي، بف بيستري، عجينة بقلاوة، أيا كان، هاي عجائن هشة كتير وحساسة، لما بتمسكيها سخنة بتفرط، فبدنا نخليها تبرد. هلأ هون عندي معجون صح؟ رح نجيب الفروجة بهالشكل، وقبل ما نحطها بالخليط بدنا نكون مصفينها كتير منيح من المي. رح نجيبها على المعجون، هذا بذكرني بتيكا مسالة، مرة عملت لكم هاي الخلطة، للي ما جربها كتير رح تعجبكم. تيكا مسالة تشيكن مثلا بهذا الخليط اللي بيكون أصلا مرتبانات، وسعر المرتبانة تقريبا 3 إلى 3.5 دينار، ف يعني هيك أسهل. شايفة كل بهارها منها فيها وهي جاهزة كمان للشغل. بعدين كمان من الداخل، شوفي، وصارت عندي الدجاجة جاهزة. هلأ بهالوقت رح نجيب خيط فرن، بعدين خيط الفرن رح يضل أبيض، بنجيب من عند جرين الدجاج نبرم الخيط وصار عندي ريدي. هلا بدنا نجيب صينية الفرن، صحن الفخار، ايا كان اللي بدك تدخليه على الفرن. دائما الدجاج ما بنحطها على منطقة الظهر من الخلف، الظهر هو عظم، المنطقة اللي فيها اللحم اللي هي الصدر، وبعدين تقريبا من 3 ل 4 سم. اذا هذا اللي بده
سوري، هذا اللي بده وقت أكثر في مدة الطهي، لذلك بنحط الدجاج دائما على وشها، ما تحطيها هيك بتكون إحنا مكيفين على شكلها، بس هون عظم فأحيانا بتسلخ وبتفرط، فلازم نحط الدجاج على منطقة الصدر واللحم لحتى لما تستوي بشكل مناسب للوقت. إذا رح نحطها بصحن الفخار زي ما حكينا على منطقة الصدر، وزي ما قلت لك دائما الخلطة اللي بتزيد هاي الخلطة اللي رح تخليك تشخصي بتقديم اللقمة، ما بنتلفها وما بنحطها من أولها. لما بستوي الدجاج وباجي بحمره بحط على وجه الدجاج وبدهنها من كل الجهات بالخلطة اللي زادت. المي اللي ضلت معاي بمحضرة الطعام أو بالشاف هي اللي رح أطبخ فيها الدجاج، كلها على بعضها العملية ما بتاخد نص ساعة بالفرن فقط لا غير، وهي الميات ما خسرناهم. شوفي رح يصير في عندي عملية غليان، الغليان بيعمل ستيم، بدك تغطيها بورق فويل على أعلى درجة حرارة. معنا اتصال من ماذا بقى؟ ألو ألو ألو، صباح الورد. صباح الخيرات، هلا شيف، كيفك؟ صباح الخيرات والليرات كمان، مش هيك كانوا يقولوا؟ ألو قولي أنا معك. علا صباح الخير، كيفك؟ اهلا، صباح الفل والياسمين. والله انك اروع شفت الاردن كلها انت حبيبتي، يعني كلهم فيهم البركه والله، صارت كلهم بالاردن حبيبتي، الله يسعدك من بعدك حبيبه قلبي. يا شف بدي اسالك، هلا انا سمعت عن وصفه تشيز كيك البطيخ. البطيخ ماله؟ في بينعمل تشيز كيك البطيخ؟ اه، بدك نعمل تشيز كيك بطيخ؟ يا ريت. بدنا ملون طعام عشان ناخذ لون البطيخ، وبدنا عصير بطيخ مصفى، بس ما رح ناخذ السائل رح ناخذ اللب، وبدنا كريم تشيز وجيلاتين. بس ممكن انت تعملي لنا اياها على الهواء؟ حاضر، ما انا هيني بلشت اركب بالوصفه. خلاص معناته بنستناها منك. شف دلل، حاضر، خليني بس ارسم الفكره كيف ممكن اخذ النكهه بدون ما اخسرها ونعمق اللون. حاضر، دللي. كل الاحترام، شكرا كثير لك. خدمتك يا قمر، اهلا وسهلا حبيبي. يعني اهل مادبه هيك متكتكين مرتبين شوارعهم، بتسر البال بالخاطر وانت هيك عم تاخذ فتله بالسياره. للتقديم رح نعمل خلطه مشاوي، بصل مقطع سلايز او شوانح زي ما بتسميه، بقدونس فريش لانه مع هذا الدجاج كتير طيب، بالاضافه للسماق والبقدونس. الدجاج قلت لك رح اغطيه واروح فيه على اللي هي صراحه على الفرن. بدي اطلع الدجاج واورجيكي كيف بيطلع شكله، كيف بيطلع كريسبي، ولا يمكن ياخذ درجه حراره الفرن ويطلع لونه غامق. لو حطيتي معجون طماطم، معجون الطماطم بخلي الدجاج ينشف وبعدين ببين شكله غامق وزي المحروق. اي وصفه فيها معجون طماطم حطي مكانها كاتشب وادعي لي. الكبسه مثلا بنحط احنا معجون طماطم صح، جربي حطي كاتشب للرز وللدجاج، ادعي لي عليهم ان شاء الله انك راح تنبسطي. خليني اورجيك الكركم، العسل، الزبده، شو عمل بالدجاج. يلا ما في داعي لا ألمع ولا أحط رشة زيت ولا إشي، ورح أورجيك شو يعني كلمة كرملة، ورح تشوفيها في قاع الصينية بالضبط. هلأ رح أرفع لك إياها بالمعلقة وتشوفي شو يعني أنا لما بقول كرملة. الكرملة معناته أنا عم بحصل على مزيج مكرمل بالأسفل، هذا المزيج أنا ما بخسره، برجع بجيب فرشاي هذا اللي أنت شايفتيه زبدة وزيت، فما رح نخسر ولا إشي. وإلى سحاب مباشرة، صباح الخير يا ذكريات. يعطيك العافية شفعلا. يا ذكريات وأيام جميلة. حبيبتي الله يسعدك. صباحك ورد يا قمر. هلا هلا، كيفك شو أخبارك؟ أنا منيحة، مشتاقة للطيبين والله. الله يسعدك ويسعد هالوصفاتك كمان حبيبتي، ويسعدك طول عمرك يا رب أنت والجميع. والله ما بعمل، حتى قبل يومين عملت القرع. عملتها كبسة طلعت بالشهي. أنا بطريقتك، ما في ولا إشي غلط بالوصفة، الأمور تمام ولا غلط. بدي أبعت لك الفيديو بس معيش رقمك الخاص. أكيد لا. ابعتي لي إياها على الانستغرام اليوم بشوفها وبشيرها للمتابعين، نتشرف والله. بدي أسألك هسه بمعجنات قرع، معجنات القرع؟ جربي أفرمي ناعم كيوب زي البيض وبطاطا ومع لحمة مفرومة ورشة بقدونس، طبعا بتحصيه لحاله واللحمة لحالها، وبعدين بتسبكيهم مع بعض وبتسويه بالمعجنات، هيك بيطلع.
خلاص. وكثير مفيد ترى، يعني الياف، الياف مغذي جدا القرع، يعني انا بشكرك على الله يجزاكي. الله يجزاكي. انا جيت سمعت. والله حبيبتي بالهنا والعافيه يا ست الكل، بالهنا والعافيه. احنا وصفتنا جاهزه. هلا انا بس هيك بشكل سريع قبل الفاصل، انا جايبه خبز، خبزنا العربي تمام، وراح اقدم لك اياه مثل الدجاج الرول. بتعرفوا دجاج الشوايه؟ بس صراحه انا دجاج الشوايه من وين ما ادوقه، من وين ما كان المصدر، بشعر فيه زنخ، لانه الدجاج بالسائل تبعه بنغسل وبنحط بالخلطه وبتعلق، يضل يبرم يبرم على اللي هي بلاطة النار اللي حواليه، فنوعا ما سوائل الخط اللي فوق منطقيا بتنزل على الخط اللي تحت، وهكذا وهكذا على السياخ، فبتشعر فيه نكهة زنخ. من أفضل الأماكن برضو شعرت نفس الشعور، فما بعرف إذا أنتوا زيي أو لا، ولكن رح نستخدم الخبز العربي بهالشكل. هلأ هو عادة هيك صراحة عشان يكون زي الصحن، وعشان الدسم والخلطة كله ينزل على الخبزة تمام هيك. بعدين يا ست العزيزة رح نجيب قطع الدجاج ونحط تحت منها البصل اللي عملناه بهالطريقة، وبتكوني انتي قدمتي دجاج، والدجاج دجاج بطريقة جديدة وحلوة وكمان محببة للجمهور اللي قاعد عندك بالبيت، وبنكون عملنا لقمة دجاج بس كمان غيرنا فيها وشخصنا، وما في حدا أحسن من أي ست بيت إنها تعمل لقمة مرتبة في بيتها. فرح نجيب هلأ إحنا الدجاج هالشكل، بسم الله الرحمن الرحيم بهالطريقة. شوفي كيف مسبك الخلطة، مش سايبة، مش سائل، مش جاج مبهر والسلام. يعني حلو الواحد هيك يشتغل شوي بذكاء مع المكونات لحتى تاخدي النكهات صح. وهل نص الدجاجة مع شوية خبزة في مطعم بلش يعملها، ممكن تعمليها مع خلطة البيري بيري كمان، رهيب، إشي كتير حلو، وإن شاء الله إنها رح تعجبكم وتنال على رضاكم. بعد الفاصل رح أقدمها مع شوية حلقات من البصل، أنا استغربت إن الجمهور اللي حوالي بحبه، بس هي على فكرة بتلبق كتير مع الوصفة. فبنطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى بتكون جاهزة لحتى نعمل أنا وياكم فطائر الباف بيستري بحشوة تفاح، سريعة وسهلة خصوصا للي عندها تفاحتين قربوا يخربوا. فاصل رجعين، خليكم معنا. مطبوخة ودبقة، الشكل حلو، بس هل الطعم زاكي ولا لا؟ لما تجربوها أنا متأكدة رح تدعولي عليها، لأنه إحنا بنحب الجاج، وأنا بحب الجاج المحمر جدا، فخامة. حتى لو أنا عندي ضيف وأنا عاملة جاج، بس لما يكون هيك محمر بتلاقي ضيفك عم يشتهي لقمتك. الجاج جوسي، اللحمة القشرة جادة حالها، وبنفس الوقت دبقة كتير بسبب وجود العسل ودبس الرمان إلى آخره. فإن شاء الله رح تعجبكم وتنال على رضاكم. ممكن تحطي خبز شراك، خبز تنور، أيا كان، يعني أنواع الخبز اللي موجودة في بلدنا كتير طيبة. وقدمت معها حلقات البصل، ممكن تقلي لك صحن بطاطا فرنش فرايز، ممكن تسلق البطاطا البيبي وتبهريها وتحمريها.